مرحبا بيك من نيسير كل تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في مواجهة موريتانيا. في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى، في خط الدفاع محمد دراجر، ياسين مرياح، زياد بوغتاس وأسامة الحديدي. في وسط الميدان الياس الصخيري، جوزيف دودياك محترف دورتموند، وأيمن بن محمد. الهجوم نعيم السليتي، يوسف المسيكني، وتهيسي الخنيسي. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ما تنسيش جيم على الفيديو، أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.